وينضم إلينا على الهواء مباشرة موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطنية. كريم، أهم النقاشات التي تدور اليوم في إطار المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطنية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل انطلق اليوم الثاني للحوار الوطني وتحديدا المحور الاقتصادي. هذا المحور ربما يتركز أكثر في صالح المواطن المصري، وتحديدا إذا تحدثنا عن الملفين الأهم بالنسبة لمصر وللمواطن بشكل عام. الملف الأول كان العدالة الاجتماعية، وتحديدا ملف الحماية الاجتماعية للمواطنين، والذي لاقى إشادة كبيرة في حقيقة الأمر، سواء كان من كل المشاركين من جميع الأحزاب ومن جميع الرؤى ومن كل من شاركوا اليوم في هذه الجلسة الأولى للحماية الاجتماعية، وخصيصا ما حدث خلال الفترة الأخيرة مثل تكافل وكرامة وعدد كبير من المبادرات التي تخص الشارع المصري بشكل عام، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتحديدا أيضا مصر. هناك بالطبع يعني العديد من الأفكار تم طرحها اليوم فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحدثوا عن محاولات لزيادة هذه الطرق والوسائل لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطنين. هذه كانت نقطة. الجلسة الأخرى كانت حول السياحة وملف السياحة وكيفية التعامل مع السياحة، ولكن تقسم على قسمين. القسم الأول الذي انتهى منذ قليل، وهي آليات جذب الاستثمار الخاص بالسياحة وتعامل مع آليات تطوير السياحة والعقبات التي ممكن أن تواجه الملف السياحي هنا في مصر. نتحدث عن أن مصر لها يعني ربما باع كبير فيما يتعلق بالسياحة وتطوير ملف السياحة، خصوصا في ظل السنوات الأخيرة وتطوير شرم الشيخ وجنوب سيناء بشكل عام، ولكن كان هناك حديث من النواب ومن مقرر لجنة السياحة في مجلس الحوار الوطني عن الآليات الجديدة التي يفتح بها أبواب السياحة الجديدة فيما يتعلق إما بالطرق التكنولوجية الجديدة والإنترنت وفتح أيضا البث المباشر لبعض المواقع السياحية، وأيضا كان هناك وجهات نظر أخرى حول تطوير السياحة المعتادة وهي الزيارات وجذب الزيارات المعتادة لجميع المناطق السياحية المصرية. هذه كانت نقطة. النقطة الأخرى بالطبع يعني تحدث فيها أيضا في ظل الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالتعامل المباشر مع المواطنين، خصوصا في ظل الدعم الذي قدمته الحكومة خلال الميزانيات الأخيرة للدولة فيما يتعلق الدعم المباشر للمواطنين، إما عن طريق التموين أو حتى عن طريق دعم المزارعين في عدد كبير من الملفات الزراعية مثل القمح على سبيل المثال، ودعم الدولة والحكومة لمزارعين القمح لزيادة نسبة رقعة المساحة الزراعية فيما يتعلق بالقمح، وأيضا زيادة الصوامع الخاصة بالقمح. انتهوا منذ قليل هاتين الجلستين، وسيليهم بعد ذلك جلستين أخريتين، واحدة أيضا عن العدالة الاجتماعية وتطوير جديد فيما يتعلق القوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الخاصة بالمواطنين، والجلسة الأخرى ستتحدث أيضا عن السياحة وطرق الاستثمار السياحي وزيادة الاستثمار السياحي، وهذا ما سنتابعه خلال الجلستين القادمتين. نعم، أشكرك جزيلا موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطنية.